في صحيفة لوموند الفرنسية أن الأجهزة الأمنية المغربية وضعت أكثر من 6000 رقم هاتف جزائري ونشطاء سياسيون في قائمة محتملة للاستهداف من خلال البرنامج بين عامي 2017 و2019. بالنسبة للجزائر تم توظيف هذا البرنامج لاستهداف مجموعة من المسؤولين الجزائريين لابتزازهم مستقبلا لتغيير موقف أو لتوظيفهم لكي يتحولوا إلى جنود في جيش عدوهم. هدف التجسس المغربي أيضا هو قمع السياسيين، هدف أيضا التجسس هو الوصول إلى الشبكات النافذة داخل إسبانيا داخل فرنسا، محاولة فهم الوقائع والأحداث داخل الجزائر. إذا عرفنا أنه المرحلة التي كانت تهم جهاز الاستخبارات المغربي في هذه الفترة كانت الحراك الشعبي الجزائري ومحاولة فهم ما يحدث داخل الجزائر من خلال استغلال هذا البرنامج التجسسي الإلكتروني. أيضا هناك أهداف أخرى متعلقة بالتأثير على صانع القرار، متعلقة بالتشويش، متعلقة بمحاولة التأثير. المغرب كذلك مس ببرامج البيجاسوس حتى دول أوروبية، منها فرنسا، منها كما سبق وذكرنا إسبانيا، منها الكثير من الدول الأوروبية الفاعلة. وهذا الاختراقات الكبيرة، وشفنا حتى يعني لم يتوقف فقط على الاختراقات السبرانية وعمود محاولة التجسس على هواتف يعني الفاعلين والقادة الأوروبيين، يعني التجأ حتى لعملية شراء الذمم ودفع الرشاوى ودفع لكي يعني يخدم مصالح بالنسبة له استعمارية. هناك أهداف أخرى، هناك أهداف متعلقة بالحصول على صور، الحصول على فيديوهات من أجل الابتزاز، من أجل التشهير، وهذه حالة مثبتة في الشأن الداخلي المغربي فيما يتعلق بقضايا الصحفيين ومتابعتهم في قضايا جنسية أو قضايا فساد مزعومة. شفنا مؤخرا صفحات على فيسبوك يقولوا فيها مثلا طاقي صاحبك العسكري، ولا طاقي صاحبك الجدارمي، ولا اللي في الحدادة. هذا استقطاب لحسابات الإلكترونية للجنود في الجيش الوطني ولا رموزه، طبعا الدبلوماسيين معروفين، لكن من يريد أن يتجسس على الثكنات وعلى مرابطين الحدود يحاول أن يتعرف على حساباتهم الرقمية. وشفنا حتى بعض الجزائريين على بساطة نيتهم أنهم يروحوا فعلا يتفاعلوا مع هذه الحملات، وهي حملات إعداد لقائمة الضحايا لهذه البرامج الخبيثة التجسسية.